بس هو الشهادة لله، شغال في بنك ومرتبه ثابت وعنده شقة تمليك وعنده شاليه في الساحل الشمالي وما عندوش كمان عيال عشان يوفر لي بقى الحمل والولادة والرضاعة والحاجات دي. أنا عارفة إن أنا مش هسلم من لسانك ده، وبصراحة خايفة منك لو تطرديني. أطردك؟ أطردك ليه؟ هو عشان الدنيا جاية عليا أو ما ناجي على اللي زيي؟ الله يكون في عونك يا حبيبتي ويقويك على اللي انتي فيه. لكن ما قلتليش هقول للعريس ايه؟ افهميني يا نوال، الحكاية أكبر من إن واحدة جميلة تتجوز واحد جاهز وعنده كل الإمكانيات. الحكاية هي إيه اللي ممكن تديه الواحد وانتي في الظروف دي؟ أخت في السجن، أم مريضة ومش قادرة توفر لها تمن العملية، ممكن تموت في أي لحظة وانتي مش هتقدري تعملي أي حاجة. ساعتها هتلعني الدنيا اللي حرمتك من أغلى الناس ليكي. بذمتك دي ظروف واحدة تفتح قلبها لحد؟ أنا قلبي خلاص اتقفل من زمان، والنفس مسدودة والدنيا حواليا عدمة، عدمة طويلة مش شايفة لها آخر. صبرة وبقول يا رب ومستنية الفرج.